حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي يعده، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. هكذا قدر للمسلمين في مكة المكرمة وما جاورها أن يتناولوا طعام الإفطار في هذه اللحظات المباركة، وهؤلاء هم الذين يعتمرون في هذه اللحظات، وقد توقفوا قليلا وهم على جبل الصفا لكي يتناولوا بعضا مما يسر الله لهم إفطارا ليومهم، وبعد ذلك يستأنفوا سعيهم بين الصفا والمروة. هنيئا للصائمين بفطرهم، وهنيئا لهم بلقاء ربهم الذي نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم القبول الحسن في هذه اللحظات المباركات. ما أجملها لحظة وما أسعدها من مواقف يقفها المسلم بين يدي الله في هذه اللحظات المباركة في بيت الله الحرام، وأنتم تشاهدون هذا العدد الذي قصد هذا البيت العتيق في هذه الليلة المفترجة من العشر الأواخر من رمضان، وكثير من المصلين يحرصون أن يكونوا بيننا حيث يتم ختم القرآن في هذه الليلة المباركة بعد صلاة القيام إن شاء الله. فنحن في شهر القرآن، وما أحرانا أن نتدبر ما جاء في القرآن من المعاني السامية التي فيها صلاح أمرنا وديننا ودنيانا. المسلمون هنا يعيشون في كنف الأمن والأمان، في بلد الأمن والأمان، في بيت الله الحرام، لا تشغلهم الدنيا ببهارجها، ولكنهم مرتبطون بالعبادة والطاعة
حيث تتضاعف الحسنات في هذا المكان الطاهر، فأنتم تشهدون هذا العدد الكبير من هذه الجموع المسلمة التي أسعدها الحظ بأن تكون بيننا في هذا المكان الطاهر، وكأن الرائي لهذه الصورة لا يرى موطئا لقدم، فسبحان الذي جمعهم في هذا المكان وهيأ لهم من الخدمات ما يسعدون بها فيأمنون على أموالهم وأنفسهم ويتوجهون بقلوبهم إلى المولى جلت قدرته. هذه بلا شك المملكة العربية السعودية التي شرف الله قادتها بخدمة الحجاج والعمار والزوار، فبذلوا كل غال ونفيس من أجل عمارة المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتهيأ المكانان بقدسيتهما ليكونا موئلا لهذه النفوس الطيبة التي تفد إليهما من كل مكان. هذه هي الساحات المحيطة بالمسجد الحرام، نجد فيها هذه الآلاف المؤلفة من الذين أتوا إلى بيت الله الحرام ليسعدوا في هذا الشهر الكريم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا تقاربوا سدوا الخلل. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم.
كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهكذا أيها الإخوة المشاهدون قضيت صلاة المغرب نقلناها لكم من المسجد الحرام في مكة المكرمة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم كل عمل صالح